السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى، ده قناة عيش السفر. النهاردة ان شاء الله عندنا الفيديو الثاني من العمرة، من فيديوهات العمرة. ان شاء الله الفيديو دوت هيبقى عن السعي بين الصفا والمروة. وزي ما انتم عارفين ان السعي بين الصفا والمروة بيبقى 7 اشواط زيه زي الطواف بالظبط حوالين الكعبة. هنا خلاص خارجين من صحن الكعبة وداخلين على الصفا والمروة زي ما حضراتكم شايفين. لا اله الا الله، الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده ونزل احسنه. وفي بداية كل من الصفا والمروة بنقول الآية دي، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. وبكده نكون بدأنا الطواف الأول أو السعي الأول بين الصفا والمروة. ربنا يتقبل ويرزقكم جميعا إن شاء الله. وبعد كده بنوصل لمنطقة الهرولة، دي سنة الهرولة، بتلاقوها موجودة باللون الأخضر فوق. ويستحب أن تهرول، يعني تجري في المكان شوية زي ما انتوا شايفين، بالنسبة للرجال فقط. وفي المنطقة دي يستحب أن نقول: اللهم تقبل منا السعي والطواف، اللهم لقد تركنا المال والولد ولا نبغي إلا وجهك ورضاك، فتقبل منا يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتدعو كما تشاء. أي دعوة ربنا يتقبل منك إن شاء الله، وما تنسوناش من دعواتكم برضو. الحمد لله.
شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.